مهرجان اسمه ليالي مصر. ليالي مصر سيف عامله في 12 محافظة. سيف عامله في 12 محافظة. بيج كونسرتس في كل محافظة من المحافظات. ولسه احنا برضو في بلانات قوية على السينما والمصري. يعني ده جزء. الجزء الثاني بقى مع الوزير اللي هو موضوع بقى الاستثمار بقى بالانترتينمنت نفسها. صحيح. لازم يطلع البلد محتاجه وده اللي جه في رجلنا بين ايدي الديستنيشن تاني. السياحه عايزه اجنده ترفيهيه يا فندم، ترفيهيه سينما رياضه كل القصه محتاجه. نشوف بره بيعملوا ايه وناخد احسن ونعمل السياحه كلها بيقلد بعض يعني. احنا كنا في جنيف وخدنا العلامه التجاريه الجمعيه للتلي باسم تلي شندوي. انا لاحظت المنتجات وانا ماشي فقلت ده شغلك هنا ده شغل سايب فريق جدير الشندوي ما شاء الله. برودكت يدوي بتعملوها فين؟ فين مكانكم؟ ورشتي في حان جعفر اسمها سماحه غيدي. ده براند من 2004 معانا 30 ست وراجل بننتج بنلف العالم. بس طبعا احنا بنلف العالم اونلي. احنا محتاجين بجد نبقى تحت رايه الدوله ونلف العالم بمنتج مصر. تمام. بص حضرتك جود كواليتي المنتج عليه اسمي وصنع في مصر. احنا بنتكلم مش في حاجه بيرسونال. انا مش بتكلم في حاجه شخصيه. انا بتكلم في حاجه عامه هي صناعه مصريه يدويه مميزه. ده بطشة خاص بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. والحال احنا كنا لازم نكون موجودين في وسط شبابنا وأسرنا اللي موجودة كلها بالكامل بهدف التوعية ورفع الوعي. وكمان يعني اللي وقع في مشكلة الإدمان والمخدرات نقدر ان احنا نعالجه بالمجان وفي سرية تامة. عارف معليك يا فندم احنا عندنا 30 مركز علاجي موزعين على مستوى 19 محافظة على مستوى جمهورية مصر العربية. زي بلاتفورم كده عشان لو عربية بهجلة أو بتاع تقدر. وكمان لطلاب الجامعات اللي بيجوا رحلة اليوم الواحد وزارة التربية مع وزارة التعليم العالي بتبعت لنا أو بتبعت المهرجان من جامعات مختلفة بقى في المحافظات. هو رحلة اليوم الواحد تبع وزارة الشباب؟ لا تبع وزارة التعليم العالي. دي حاجة كويسة جدا للطلبة برضه هم يوم واحد بيرجعوا بدون قيمة أحيانا وبدون قيمة مدعومة من الدولة 100%. فانتاستيك حلو قوي رائع الصراحة. بعد بكرة عرض مسرحية السندباد كريم عبد العزيز ونيلي كريم وعندنا مسرحية وعرضنا مسرحية الشهرة بتاعت الدكتور خالد جلال. في شغل حلو قوي هنا في المسرح بشكل كويس قوي. العالمين يعني السنة دي والسنة اللي فاتت مختلفين حاجة كويسة الحمد لله. وفي تطوير حتى كبين استثمار أو عقار كل شيء ماشي في تطور كويس يعني.
التجهيزات بتاعتها كمان يعني الخلفيات كلها شاشات عشان تقلب المود وتقلب. احنا كنا في مسرحيه ميوزيكال بتاعت خالد جلال. يعني دي شاشات مش ديكور. لا لا في شاشات. احنا كل ده سراوند شاشات بس هو عامل ميكس ما بين الديكور وما بين الشاشات. القطاع الخاص هو اللي نفذ وهو اللي جايب حاجته وهو احنا بنشير معاهم الفاسيلتيز بنشير معاهم الانفراستراكشر يعني كل ده بشراكه مع القطاع الخاص. نفس الشكل ده ممتد للاخر يعني ممتد مثلا لغايه 250 متر. كل الملاعب مضاءه بالليل يعني كل الملاعب فيه الاكتيفيتي شغاله بالليل كمان شغاله رائع يعني منطقه اتحيت من صحراء بالظبط لحاجه استثمار وشغل ترفيه. كل ما بتكتر الانترتينمنت كل ما بتكتر الرياضه الناس بتيجي. وطبعا المسرح الروماني شغال كل يوم. المسرح الروماني شغال كل يوم وبنعمل فيه برامجنا الكبيره كمان يعني سعاد يونس و كله جه هنا عظيم. احنا السنه دي شغالين تقريبا مع 24 شركه قطاع خاص كل سنه يعني احنا بنعمل ان احنا كمان شويه نبقى اوبريترز بس يعني ما نبقاش احنا اللي بنعمل بالظبط. ما فيش في الساحل كله مكان فيه متنفس بالشكل ده. صح وبينتهي في شاطئ مجاني كمان بالظبط كده. تغني وترقص وبتاع تعمل جو يعني بالتعاون مع نبتة بنعمل فيه مسرحيات بنعمل فيه سيشنز للأطفال محتوى كله للأطفال. المدينة التراثية زودنا المسرح الحاجات دي ما كانتش محتاجة أكتر مكان عشان وحتى اللاين اب بتاع المغنيين والبتاع السنة دي يعني تقيل.